نفس. ايش فيني بنت تنافض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حتى الريال سمح وحليو. يلا ان شاء الله الامور طيبه. عمي ترى انا ما يخصني موضوع البنات، انا قلت لهم ترى هذا بيت عزاب ما يصير تيون، وانتم متربين تربيه طيبه، تربيه العم سعود تعب على تربيتكم، بس هم اصروا على رايهم وانا قدامك اللي تبي تسويه فيني سوه. ما عليه ولدي ما عليه، انا ادري فيك انت خوش ولد، وادري انهم بنات يعني راسهم يابس وعرف اطباعهم عدل، لكن ما عليه انت خوش ولد، ولد ما شاء الله تبارك الرحمن نشمي وشقردي وراعي فزعات نفسي الحمد لله، فما كل العافية انت حسبة ولدي ترى. الشمس من وين طالعة اليوم؟ الظاهر اللي يتكلمه بالموضوع. عمي للأمانة أنا طالب القرب منك. الظاهر ما في شبكة هني ولا شيء. عمي انا بتزوج بنتك هند. يا مرحبا الساع، حياك الله حياك الله. ترى هالموتر هذا مواصفات خاصه، عمي. ما شيء مثله بالبلاد، عمي. الا حبتين بس. عمي عمي حق اوادم بس، عمي. اليانان واللي مثل عمي. هذا ما يعطون الموتر. تفضل خذ راحتك خذ راحتك، انا الدبه وجايك طالما. عمي نعم سيدي مشكل عني عني عني، ايش تبي؟ عمي تكفى زوجني هند انا احبها. اقول حبيبي ترى انت مفنش، شف باب هالمعرض، انت الحين اطلع من هالباب ولا اشوف رقعت ويك ثاني مره بالمعرض هني. يلا يا حياك الله يا هلا مرحبا. ترى انت في معرض مسعود للسيارات. عمي معرض ماكو عمي. مثله بالبلاد. عمي معرضين مثل معرضي ما في. عمي عمي تفضل خذ راحتك خذ راحتك. عمي عمي كلم الرجال شوف ايش فيه. انت تخلي احد يكلمه؟ احد ايش تبي؟ فضحتنا قدام الزبون، ايش تبي؟ تكفى انا احب هند، لا تقف في طريقنا. حبتك القراده وحكي لي بعد اللغه العربيه فصحى، لما تلحس كوعك ان شاء الله تاخذها. ولنفرض ان انا طاوعتك وخليتك تتزوجها، بالله وين بتسكنها؟ بالخرابه اللي انت ساكن فيها؟ لا كذي الموضوع. لا لا تحاتي عمي، الحمد لله ترى انا عندي خير وولد نعمه، بس الحب مبهذلني. امي عندها قصر ابو ظبي يطرق فيه الخيل، وهند راح تعيش معاي معززه مكرمه، وفي كبره برا ذا بتيونا زواره كل اثنين، حياكم الله. يعني الحين تخلي قصر امك ونقعد بالكبره اللي برا؟ هذا مستوانا عنه. لا عمي اتقشمر معاك عمي. حب مبهذلني ها؟ مو منك انت هالسوالف، من ربعك اللي تقعد معاهم، ساعد ومارادونا ومدري شنو، اعرفهم انا اعرف سوالفهم، هذا حكيهم انا. لما تلحس كوعك تتزوجها، مالك امل؟ ما تبي تزوجني؟ ماني مزوجك، قلب ويك. يلا يلا اطلع برا. يلا يلا عمي اذا ما زوجتني هند ترى بناخذ منك المعرض. اسبوع ما ترمس امك. اسمع عاد، عندك 3 ايام ما يجي حرام اني ابيع البيت وعقب خل حبيبة القلب تنفعك. شلوتي مروان ايش فيك؟ تحكى انطق، لا تخرعني عليك. ايش فيك؟ كل شيء فيني يعورني، تعبان تعبان. شفت شعري؟ شعري شعري يعورني، هني 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 عوار هني. يعني خلاص السالفه فركش، وانت تقول لي الامور طيبه والامور سهالات. وين سهالات؟ قول لي شلون سهالات. طلب عينك سهالات سهالات. بس انا ايش قول لي سهالات؟ ايش شغل يا مروان؟ ايش شغل؟ هذا كله منك انت والشيبه. روح اخطب بنته، اطلب ايد بنته. انا رحت قلت له يا عمي انا طالب ايد بنتك. اي صح، طالب القرب منك. صح، لو طالب مطعم احسن لي. ما عليه مروان. سلامات انت. بس سلامات سلامات، ما تبي تروح انت هاوش معاهم؟ قوم صاحبي انت. لا 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 وين نروح؟ تريح تروحك انت، الا ما فيك شيء. بسم الله عليك، بسم الله. ما عليك شر، مالك شر. ريح 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 حبيبي مروان. تعبان بس انا تدري شنو اللي قهرني بعد الاهانات هذه كلها؟ فنشني. فنش
وشك. اي والله هذا شنو من بشر؟ بالله عليك الحين احنا انا وانت شلون ندفع اشتراك القناه؟ شلون نشوف كاس العالم؟ وانت هلا همك انت لا يكون مصدق انك مارادونا صدق ولا اخ مصدق ان انت مارادونا وقت الحين كاس عالم ما كاس عالم انا وين وانت وين؟ اللي قاهرني بصراحه يا رفيج عمري الحب الحب ما سالت عني ما قالت لي شلونك شخبارك انا قايل لك العائله دي كل ما فيها خير وبالذات دي الحب مالتك لا العائله كيفك بس الحب ما ارضى عاد اخ شوف بما ان اليوم يوم المصايب العالمي في مصيبه ثانيه بعد شنو امي قررت تطردنا من البيت اوف بتطردك وين بتروح يا حظي لا انت معاي بعد ما تطردني بروحي انت قبلي راح تكون برا ايه تطردني ايه لا تخسي عاد من امي ها لا لا لا, 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 لا انا خسي لنقرا الفاتحه ابوي انا سمعت ان مروان جاي يخطبني وانت رفضت وانا صراحه موافقه وانا ماني موافق يعني المعرض ورفضته وطردته طردت الكلب خير انا ما بتزوج الا مروان بالعطا مو ضروري لا تزوجين خلك عندي بالبيت هني مزهريه حالك حال خواتك مو ضروري لكن مروانو هذا الديناصور بارني لو يكون آخر رجل في الوجود ما أزوجك إياه تدري شلون؟ أبا زوجك أول واحد يطق باب بيتنا أول واحد؟ نعم عاد أنت وحظك يطلع الخباز يطلع الكواي يطلع ديليفري أكثر واحد حظه قوي الغسال لأن كل يوم يمرنا البيت يغسل السيايير خلاص عيال ما بتزوج عطني فلوسي اللي ورثتها من أمي ونصيبي في المعرض حبيبتي المعرض هذا معرضي أنا بنيته طابوقة طابوقة وبكيفي أنا سجلته باسم أمك يعني في النهاية المعرض معرضي عيال أنا بسوي شيء في عمري وذنبي في رقبت الله يرحمك يا حبيبتي من الحين أدعي لك كنتي خوش بنت إي والله الغاز بالمطبخ هني الحبال تحت الدرج وفي يم باب السكة في سوائل إذا بغيت تتوكلين على الله بسوائل مع السلامة أعتبر اللي صار فاصل إعلاني نكمل وين فيلمنا؟